السلام عليكم. لو كانت الدنيا سهلة لما كان الصبر من أحد أبواب الجنة، قيل لأحد الصالحين: ما هو الصبر الجميل؟ قال: أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله، فقط أعمل وتوكل على الله. ابتسم من رغم قساوة الحياة، ترى الله بيعوضك خير. احمد ربك إن الحين ما في حرب ولا شيء، بعضهم مصابين، بس قل الحمد لله، ابتسم، خل حياتك حلوة. بعض الناس إذا سوى سيئة يحسب خلاص نهاية الدنيا، وإن الله تعالى خلاص ما رح يغفر له هذه السيئة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الله كريم وغفور رحيم. خلك بصمة حلوة وأثر طيب بين الناس قبل لا تموت. توقف أنفاسك بس ما تتوقفها. أنا دائما أطرح على نفسي هذا السؤال: هل إذا أنا صرت حزين راح تنحل المشكلة بسهولة؟ طبعا لا، ما راح تنحل. ربك موجود، رزقك مكتوب، عمرك محدود، ليش تحزن؟ اضحك. اللي حولي واللي حولك مجتمع ومجتمع، ما راح يتغيرون إلا إذا غيرنا أنفسنا بالأول. طبعا نتغير للأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال تعالى: اصشد واقترب. وقال أيضا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تخيل من كثر ما ربي قريب منا نقدر نتذرب له أكثر. هذه الدنيا أمس عشناه وما رح يرجع، اليوم بنعيشه وراح يروح، بكرة ما ندش بيصير. صافح وسامح وداع الخلق للخالق. بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء، لكنها مليئة بالأجر لمن صبر واحتسب، فاللهم لك الحمد والشكر على كل حال. خذ نفس عميق، طب قول الحمد لله. ها، حسيت براحة؟ قال علي أفضل الصلاة والسلام: أفضل عباد الله يوم القيامة هم الحمادون. واحد شاف نفسه وصلح أغلاطه كان الحين كلنا بخير. يفتش عن عيوب الناس، هم ما شاء الله ملاك ما عنده ولا ذنب. اترك عنك عيوب الناس وخليك بنفسك، دع الخلق للخالق. عسى ما شفنا شيء الا فتحنا عيوننا فيه. وين المشكله ما نقول ربي يبارك لك ويرزقنا نفس ما يرزقك؟ وش المشكله لو قلنا ما شاء الله؟ ليش الحس صار شيء عادي؟ وايش الحل؟ انت ستعيش مره واحده في هذا العالم، اذا اخطات اعتذر، واذا فرحت عبر، فلا تكن معقد، والاهم لا تكره ولا تحسن ولا تحقد. المحظوظون ثلاثه، وهم من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن بر بوالده قبل ان يفارقه، ومن ارضى خالقه قبل ان يلقاه. تكفى الجنه، لا تذكم في امان الله.